لمناقشة نية الحكومة في العراق إجراء التعداد العام للسكان ينضم إلينا عبر الهاتف مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور ثامر العلواني. دكتور ثامر حياكم الله، هل ثمت مغزى من إجراء التعداد العام للسكان في العراق الذي يعني أعلنت عنه وزارة التخطيط في هذا الوقت بالذات بعد إعلانها في وقت سابق عن تأجيله لعدة مرات، ما مغزى ذلك دكتور؟ حياكم الله أخي الكريم. بداية الجميع يعلم أن الذي شكل الحكومة بغض النظر عن موقفنا منها ورؤيتنا لها، الذي شكل الحكومة هو الأحزاب الخاسرة بالانتخابات والميليشيات التي هي متهمة بارتكاب جرائم حرب وتهجير قسري لمدن كاملة من أهلها، فهي تعتبر هذه فرصتها للاستحواذ والسيطرة على العراق بكامله سياسيا اقتصاديا وحتى تثبيت نسب غير حقيقية للتعداد السكاني. يريد الإطار التنسيقي اليوم أن يستولي على كل شيء في العراق، ومن خلال القرارات التي يأخذها في البرلمان ومن خلال الحكومة التنفيذية، لذلك هو يعتبر هذه فرصة لن تتكرر، ومن خلالها يمكن أن يتلاعب بالتعداد السكاني، ويريد أيضا تحميل فشلهم على مدار 20 سنة في تحقيق متطلبات الشعب وتوفير الخدمات لعدم وجود التعداد السكاني، وهذا غير صحيح. لأن فسادهم الذي أزكم الأنوف والدوافع الطائفية المقيتة هي التي تتحكم بعقولهم وتصرفاتهم، وخير دليل على ذلك هو هدم مسجد السراجي والتصريحات الطائفية التي نسمعها بين الحين والآخر من المسؤولين، والمساس بالإساءة لرموز ومقدسات أهل السنة، والهجوم على المسيحيين وتهجيرهم وغير ذلك. فإذا هذه كلها هي دوافع للإطار التنسيقي أن يسير في التعداد السكاني تثبيت أمور غير حقيقية، خصوصا فيما بعد أن تتلاعبوا بالتغيير الديموغرافي في مدن كثيرة عراقية. على ذكر التلاعب، تعتقد أن التعداد العام للسكان إذا ما أجري يعني سيكون منزها، سيكون بعيدا عن التضليل أو التزوير؟ بلا شك لن يكون التعداد السكاني المسمع إجراءه نزيها، لأن كل المعطيات كلها تشير إلى ذلك، لأن البرلمان والحكومة والقضاء هو من جهة واحدة والتوجه واحد، وهي كما يقولون هم الخصم والحكم، والباقي هي أحجار وصور لتكملة المسرحية ولا قرار لهم. وإلا كيف يجري التعداد السكاني وجرف الصخر مثلا التي يبلغ تعدادها أكثر من 120 ألف نسمة تم تهجير أهلها ولا يسمح لهم بالعودة، ومثلها عديد بلد والعوجة وقرى نهر الإمام في ديالة وغيرها عشرات المدن، ومثلها كلها لا يسمح لأهلها الرجوع، حتى المسيحيين في سهل نينوى مهجرون، بل وحتى في بغداد آلاف المواطنين تم تهجيرهم، فضلا عن البصرة وعشرات الآلاف في المحافظات الأخرى الذين تم تهجيرهم. إن كانوا جادين بإجراء تعداد سكاني حقيقي للاستفادة منه، إذا على الحكومة أن تطرد الميليشيات من المدن والقرى التي تغتصبها وتمنع عودة أهلها عليها، إذا عليها أن ترجع المهجرين من المخيمات معززين مكرمين إلى مناطقهم كخطوة أولى تطمينية لأن هناك إجراء تعداد سكاني حقيقي. أشرت إلى نقطة مهمة جدا، وهي أن الملايين من سكان المحافظات المنكوبة يعني لا يزالون في مخيمات النزوح واللجوء، وأيضا داخل المعتقلات الحكومية والميليشياوية. لو نبني على ذلك دكتور ثامر، كيف تتوقع مخرجات أو نتيجة التعداد العام للسكان؟ كل عاقل ينظر إلى الأمور الموجودة حاليا، ينظر إلى أن هناك ما يقرب من 5 مليون مهجر خارج البلاد، هناك ما يقرب من 2 مليون بين مخيمات النزوح وفي العشوائيات ولا يسمح لهم بالعودة، لدينا ميليشيات تسيطر على مدن ومناطق شاسعة، هذه كيف سيجري التعداد السكاني عليها؟ إذا الغاية هي النتيجة واحدة، لن يكون هناك إنصاف ولن يكون هناك تعداد سكاني حقيقي، وإنما هي لتحقيق رغبات الميليشيات والأحزاب الحاكمة. إذا الغاية هي من أجل إكمال ممارسات الإجراءات التعسفية ضد أبناء المناطق المنكوبة وانتهاك حقوقهم. فقطعا التعداد السكاني ليس لمصلحة الشعب العراقي الآن، لأن الميليشيات والأحزاب الطائفية تريد استكمال الإقصاء، تريد استكمال التهميش لأقليات، تريد أن يكون ما يريدونه من جهة واحدة من طيف واحد،
وهذا التعداد ربما يستخدم مستقبلا لإكمال الانتهاكات حقوق الإنسان وتهجير ما يمكن تهجيره من الشعب العراقي في أماكن معينة. ولكن دكتور ثامر، يعني لو نطرح ما يقوله الطرف الآخر، حكومة السودان تتحدث عن جدوى التعداد السكاني بأنه سيوفر معطيات تساعدها على تقديم خدمات أفضل خاصة في بغداد والمحافظات العراقية، كيف تردون على ذلك؟ لو كان هناك استقرار سياسي حقيقي وهناك استقرار أمني ولا توجد ميليشيات تستحوذ على مدن شاسعة من العراق ولا يوجد تهجير وهناك حكومات وطنية حقيقية لا توالي إيران ولا توالي أمريكا، ممكن أن يكون هذا التعداد السكاني ضروري، ولكن هذا كله غير موجود. الحكومة الآن بكل تمارس الطائفية بكل أشكالها البغيضة. يعني يمكن أن نقول أن التعداد السكاني ضروري لأنه ينفع في رسم خطط تنموية للمناطق والمحافظات من خلال أنك تعرف عدد كل مدينة ومنطقة ومحافظة وتعرف احتياجاتها، ولكن في العراق البعد الطائفي هو المحرك لكل شيء في العراق، وأقصد أنه التحرك الحكومي يسير بأبعاد طائفية. ولذلك أنا أقول لك أخي الكريم، التعداد السكاني سيكون سلبي على العراقيين لأنه سيستغل لتنفيذ مشاريع التدمير للمجتمعات من خلال عدم توفير ما يحتاجه المجتمع بكل مدينة، وأول هذه الخطوات ستبدأ بعدم ذكر التعداد السكاني الحقيقي والتلاعب بأعداد السكان وتقسيم أفراده. إذن هم يريدون أن يمرر التعداد السكاني للتغطية على فشلهم في تقديم الخدمات للشعب العراقي، وأيضا لتمرير ما يريدون أن يمررونه وليس فيه خدمة للشعب العراقي مطلقا. دكتور ثامر، هل تعتقد أن الحكومة والأحزاب الطائفية يعني ستسمح بإشراف عربي، بإشراف دولي سميه ما شئت، على هذه العملية لضمان نزاهتها وشفافيتها؟ هل أنتم في هيئة علماء المسلمين تطالبون بإشراف عربي ودولي على إجراء التعداد العام للسكان دكتور؟ من وجهة نظري لا أعتقد أن الإشراف الدولي والعربي سيكون حاضرا، ولن تكون هناك ولا يكون هناك تعداد سكاني نزيه. وقلت لك الأخ الكريم، الأمر يحتاج أولا إلى تطمينات الشعب العراقي، يحتاج أولا إلى إعادة النازحين، إلى إعادة المهجرين، وهذا لن يكون، ولذلك لا يسمح للإشراف الدولي. وإن سمح للإشراف الدولي فسيكون بحدود معينة وسيكون صوري فقط، بحيث يكون في أماكن معينة تختارها الحكومة ويدخلها الإشراف الدولي، وهذا لن يؤدي المراد. بالإضافة إلى أننا نتكلم عن تغيير ديموغرافي على مدار 20 سنة، هناك في جميع المحافظات تغيير ديموغرافي كبير جدا، إذن كيف يمكن أن يدعى إلى التعداد السكاني الآن؟ فمن وجهة نظري لن يكون ذلك، والاختيار هو غير موفق وغير حقيقي، وهو يراد منه ما يراد لتمرير مشاريع الأحزاب الطائفية والميليشيات الموالية لإيران. مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور ثامر العلواني، شكرا جزيلا لكم.